جاني الواد بقول لي هذا ابن فين ابوك يا هذا؟ الواد حمد كده هون وقال لي ابوي مات فقط مات ما تجاني. انا كنت واقفه جنبه وهو بياخد اخر نفس لي في الحياه. الولد حتى ما استناش انه يروح يتكلم مع حد، انتحر جوه الشركة. في بعض الاحيان بكتبها ايه مثلا 10 قروش على 10 جنيه طلبها. غلبان هي غلبان في حاله. وكان زعلان مع مراته في بعض الايام وحكى لي. جاني في يوم قال لي والله العظيم لي 3 ايام ما كان. والله العظيم بقول لك ما حد صعب علي قده. مثلا انا استلفت منك 100 جنيه وبقول لك هردها لك بكره، يجي بكره ما ردش، بعده بعده بعده، انت خلاص بقى انت كرامتك بتنهار. كل حد بيقول يا جماعة أنا خلاص طهقت مش طايق أهو. محدش عارف يعني إيه بني آدم يوصل لمرحلة انه كل حاجة خلاص ومش حاسس بالحياة. تخيل الشركة حتى ما نزلتش ناعي. حسبي الله. الله يرحم الجميع ان شاء الله. بارك في اولاده. حسبي الله ونعم الوكيل. كل كان السبب في موته.